الشرطة السويدية تكشف أنها نفذت الأسبوع الماضي عملية منظمة اعتقلت خلالها مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسي لمؤسسة الأزهر الإسلامية في السويد بتهم ارتكابهم جرائم مالية وغسيل أموال. أعضاء الحزب الليبرالي في منطقة سكونا جنوب السويد يؤكدون رفضهم أي تعاون محتمل بين حزبهم والحزب الاشتراكي الديمقراطي في تشكيل الحكومة الجديدة. 9 من السياسيين البارزين في الحزب سكونا دعوا رئيس حزبهم بيوركلوند ليقول لا لستيفان لوفين كرئيس للوزراء. الحكومة اليمنية تعلن أنها توافق على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد، وكان أعلن المبعوث الأممي يوم الجمعة الماضية في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه سيجري عقد مشاورات مقبلة بين الأطراف اليمنية في السويد. تقرير للخارجية الألمانية يحذر من مغبة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم إلى سوريا باعتبار أن الحرب لم تنتهي هناك بعد، ومن المقرر أن ينتهي إجراء وقف الترحيل إلى سوريا أواخر العام الحالي. مركز الأرصاد الجوي في السويد يقول إن ضغطاً جوياً مرتفعاً يؤثر في الوقت الحالي على الدول الإسكندنافية، وأن تأثيره سيبقى مستمراً خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، ما يعني وصول درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية في معظم أرجاء البلاد.